حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام أخبرني أبي أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير، فلما أسلم حمل على 100 بعير وأعتق 100 رقبة. قال: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أصنعها في الجاهلية كنت أتحنث بها، يعني أتبرر بها؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف لك من خير.